فيات سي 500 السيارة الإيطالية الصغيرة، فئة الكشف اللي تعتبر هي فئة الفل كامل، نتعرف عليها بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. تغطية سريعة عن فيات سي 500 موديل 2020 وارد الوكيل المتحدة للسيارات. سيارة صغيرة صراحة، تعتبر من أصغر السيارات، لكن ما شاء الله تعتبر يعني من السيارات الصغيرة اللي فيها فخامة وأناقة خاصة فيها. طبعا هذه فئة الكشف اللي هي فئة الفل كامل، طبعا تغطي من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات الرياض، حي المنار، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. والمزيد من التفاصيل كل شيء تحت بالوصف. وقبل ما نبدأ بالتغطية، سعيد الحوالي الكرام اشتراككم بالقناة، قناة متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، إنستغرام، التيك توك. سعر السيارة حدود 76,000 ريال تقريبا شامل الضريبة. نتكلم عن سيارة هاتشباك 1400 سي سي، طبعا حدود 100 حصان تقريبا، جير أوتوماتيك، نظام AMT، نظام الدفع فهو أمامي. صراحة السيارة هذه مخصصة، يعني لا تشتريها أو لا تشترينها عشان تكون سيارتك الأساسية. هذه سيارة ويكند، سيارة طلعة خفيفة، السيارة صراحة يعني سيارة دلع كذا بالمختصر المفيد. طبعا تيجي هي بثلاث فئات، بس هذه فئة الفل، غير الفئات تجي إصدارات خاصة إلى آخر، ذيك ننساها نتركها على الجنب، لكن احنا نتكلم عن الفئات اللي دائما موجودة. ثلاث فئات، في فئة ستاندرد تجي سقف حديد، في فئة نص فل تجي سقف بانورامي، في فئة الفل كامل تجي كشف زي هذه السيارة. طبعا بالمقدمة شبك كروم زي ما نلاحظ، إضاءات LED، هذه جنوط السيارة. طبعا الجنوط يا جماعة الخير مقاسها بسم الله اللي هي 16 انش، مقاس الكفر 195 على 45، الكفرات من نوع جوديير. الإشارات جاية بالرفارف، مرايات كروم، زيك جانبي، طبعا فيها مقبض زي ما نلاحظ كروم 500 سي أو سي 500. طبعا هذه كشف السيارة، لاحظوا ما شاء الله. وهذه السيارة من خلف، ثلاث حساسات خلفية، طبعا هذا أعلى أو أكثر شيء ممكن تقدر تفتحه، فيه اللي بشكل طبيعي تفتحه اللي يوم تضغط الزر بالمسافة هذه. عموما تبي تفتح الشنطة بس تضغط الزر الموجود هنا، شوف كيف ترجع. طبعا هذه زجاج، شوفوا كيف تفتح الشنطة. هذا أغراض السيارة، طبعا اللون هذا جاي كذا في وردي زي الروز. صرفية الوقود صراحة صرفيتها ممتازة جدا، بس البنزين 95، 18.6 كيلو، تقييم ممتاز بلس. الهيئة الاتحادية للجمارك الله أدري ليش كذا اسمها. عموما فيات 500 سي 1.4، طبعا جيرها اوتوماتيك، لكن زي ما ذكرت نظام AMT. هذه السيارة من داخل، مقاعد جلد، سيارة 4 ركاب. هذا الصف الأخير، هي حق الطلعات يعني صراحة. بسم الله. طبعا افتح الريموت، مرايتها كهرب، مقابضها كروم، المنطقة هذه جلد في الباب، الباقي بلاستيك. دركسون مكسب الجلد، أوامر صوتية، طبعا تحكم بالنظام الصوتي بلوتوث. عدادها شاشة ما شاء الله، عداد رحلات، الفن خلف المقود، صراحة هذا ما أدري حاطين حق أنوار السيارة. عموما هذا عداد رحلات، طبعا المساحات هنا، قال الفون خلف المقود، لأن فيها التبترونيك هنا أو الفون خلف المقود،
طبعا تريب موجود فيها هنا شاشة معلومات، خلنا نقربها نشوف اللغة العربية. ما شاء الله كثير لغات. على فكرة في معلومة جتني لكن صراحة يعني مو أكيدة، ما أقدر أكد لك على حقيقتها، لكن يقولون السيارة بشكل عام سعرها في السعودية يعتبر رخيص لأن عليها دعم، يعني تنتشر في السعودية. عموما هذه كشفت الضباب الأمامية والخلفية من هنا، زر سبورت أو قلب سبورت ما شاء الله، شوفوا إذا يقلب سبورت فليشر، مكيف لمس فيه طبعا أوتو. عندنا الجير صراحة تصميمه جميل جدا، لكن طبعا الجير اي ام تي ما في بي، نفس اللي موجود على السوزوكي ديزاير، فلازم تعتمد على الهاند بريك ويكون دائما مشدود احتياطا. زجاج كهربائي من الجهتين ما في لهم. طبعا الكرسي ينزل ويطلع، لحظة هذا صراحة ما ادري حق ايش، هذا نزل كرسي تحت، وين الظهر؟ صراحة كذا غريبة السيارة، غريبة شوي الظهر كذا فرار. طيب عموما هذه المراية الداخلية تعتيم، نور السقف الأمامي فقط جاي أمامي ما في بالخلف. الشماسات فيها مراية، هذه شماسة السائق، كذلك الراكب. والسيارة فيها إرباقات جانبية، المقاعد جد على الفئة هذه. محرك السيارة هذا هو، زي ما تلاحظون 4 سلندر 1400 سي سي 100 حصان 100 هورس باور. طبعا الفكرة فيها غسيل انوار. نعم. وش رأيك بالسيارة؟ مرة عجبتك. ليش عجبتك السيارة؟ عشان فيها فتاحة اللي ورا وقدام، عشان كذا يعني كشف، يعني سيارة كشف. ايوه. إذا كبرتي تبغى تشتري زيها؟ ايه. وين تروحي فيه إذا كبرتي؟ ايه أروح مشوار. بس تروحي مشوار؟ ايوه. تاخذيني معك؟ ايه. تروحي وين؟ أروح على المشوار وعلى الجبل. أروح ما تطلع الجبل بابا هذه. بعد إذا رحت الجبل بعدين القرد يجيكي من فوق. مين القرد؟ القرد المونكي. يجيكي من فوق لأنه مفتوحة. ولا تسكريها؟ بعدها. عجبتك السيارة؟ ايه. اي احلى، هي ولا الاف جي؟ هي. ما تحب الاف جي خلاص صح؟ لا لا يا بابا زعلتيني. خلاص كذا سكرنا السقف. عموما متابعينا الكرام، طبعا مواصفات الامن والسلامه، فرامل بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات اماميه وجانبيه، وعدد 4 احزمه امان. صراحه السياره يعني بالاول والاخير هذه سياره تمشيه، ما هي سياره صراحه اقول لكم استخدام يومي او سياره عمليه للاستخدام اليومي 24 ساعه. سياره تمتع فيها نفسك، شكلها جميل، تطلع فيها مشاورك الخاصه، طلعات شباب الى اخره، يعني زي حلقة قالت لكم تطلع فيها مشوار. يعني حطوا لايك. ايش؟ حطوا لايك. تقول لكم هلا حطوا لايك. عموما هذه حلقة طلبت اللايك. وكمان ايش؟ زر فجروا ام اللايك. فجروا ام اللايك ما شاء الله تبارك الرحمن، والله بابا انت حافظ كثير اشياء اكثر مني. فعموما متابعينا الكرام زي ما ذكرت هذه هي سيارة، سيارة دلع، سيارة للمشاوير الحلوة، الطلعات الجميلة. ما هي سيارة تكدها 24 ساعة وتقرفها، صحيح في ناس ما شاء الله يستخدمها استخدام يومي، لكن عشان السيارة تبقى معاك فترات أطول، يعني عشان أنا جد إذا فكرت يوم من الأيام مثلا بشتري السيارة هذه وبعطيها الحلة بستخدم هذا الاستخدام، لكن ممكن أتوقع لجيل حلة يكون سيارات كهربائية والله أعلم. عموما متابعين الكرام طولت عليكم، أتمنى ما أكون طولت أكون غثيتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.